بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم النهاردة في حلقة أو في فيديو، أول فيديو لنا على القناة، وهو مراجعة سؤال مهم جدا في الامتحان، وهو سؤال الديالوج. ده السؤال رقم 2 في الامتحان إن شاء الله حسب المواصفات الجديدة اللي نزلت. هيبقى ان شاء الله السؤال ده هو السؤال الثاني في الامتحان، هيبقى فيه 5 فراغات. المطلوب منك او منك انك تملأ ال5 فراغات بكلمة واحدة ان شاء الله. السؤال ده كان بيمثل عقبة لمعظم الطلبة، وان شاء الله بعد الفيديو ده هتلاقوا انه الموضوع very easy ان شاء الله و very simple. نبدأ إن شاء الله في المراجعة ونحل مع بعض الديالوجات دي، وإن شاء الله يعني يجي منها بإذن الله في امتحانكو، أو على الأقل هتعرفوا إزاي تحلوا الامتحان. طبعا سؤال الديالوج عشان تقدر تحله لازم الأول تقرأ الديالوج كله على بعضه من أوله لآخره، وأي فراغ موجود بيكون بيعتمد إما على الجملة اللي قبله حله او على الجملة اللي بعده، فلازم نقرأ الجملة اللي قبله او اللي بعده، واحيانا بنلجأ لاخر سطر في الديالوج عشان نقدر نحل اول فراغ. نبدأ على بركة الله. اول ديالوج بالنسبة لنا محادثة بين علي وسامي. علي بيقول لسامي او بيسأله What's your best friend's name؟ فسامي رد عليه He is space محمد. He is space محمد. أيوة He is called محمد. علي What does he space like؟ رد علي سامي قال له He has got space hair and green eyes. عينه خضراء وشعره مش عارف ايه. يبقى اكيد السؤال كيف يشبه، what does he look like. رد سامي he has got space hair، عايزين صفة للشعر، صفة ممكن نقول curly، ممكن نقول straight hair and green eyes. what does he like doing. What does he like doing? He likes reading and space video games. He likes reading and video games. ممكن نقول ايه؟ Eating video games. Reading video games. أيوة playing video games. Is he friendly and kind؟ رد سامي قال له yes he. the question is with is، يبقى الانسر لازم تكون برضو بis. يبقى is he friendly and kind؟ yes he is. حادثة تانية، حسن وطارق. حسن بيقول لطارق what's your favorite sport؟ رد عليه طارق my favorite sport is. اللي مش عارفين ايه هي الرياضة اللي بيحبها لازم نقرأ السطر اللي بعديها. Who is best player؟ برضو قال له طارق of space مو صلاح، محمد صلاح. وهنا تحت بيقول له ليفربول، يبقى اكيد الفيفوريت سبورت دي هتكون ايه؟ ايوه فوتبول. Who is your best player؟ قال له of course محمد صلاح، of course مو صلاح. حسن سأل سؤال space do you admire him؟ لما يكون في عندي سؤال زي كده في فراغ وبعديه helping verb زي do أو does أو did أو is أو are أو can أو could أو will أو would أو shall أو should، أي auxiliary أو modal لو لقيناه موجود بعد النقط
يبقى اكيد انا محتاج هنا ايه؟ ايوه question word what where why and so on. تعال نبص كده على الاجابة عشان نشوف هنحط ايه اداة الاستفهام هنا. because على طول تبقى الاجابة ايه؟ yes why. Why do you admire him? Because he is kind. حسن بيسأل سؤال where space he play now. هنا عندنا كانت في النقطة اللي قبلها why أداة الاستفهام فعل المساعد. هنا جايب لي أداة الاستفهام يبقى ناقصني الفعل المساعد بعدها. Okay. Where space he play now. عندي play infinitive. طالما جايب لي play infinitive مصدر يبقى أكيد هنا هيبقى verb to do. Where he تبقى does. Where does he play now. رد طارق in England for a team بيلعب في إنجلترا لفريق space Liverpool يدعى ليفربول يبقى called Liverpool أو ممكن نقول named Liverpool. المحادثة اللي بعد كده بين سامح وهاني. سامح بيسأل سؤال where did you go yesterday؟ رد هاني I went to the space. طبعا احنا مش عارفين المكان لسه لازم أقرأ الجملة اللي بعدها. fine did you enjoy your day؟ لسه برضو المكان ما ظهرش. no I space oh dear space not. first we went to see the monkeys. see the monkeys المكان كده اتضح يبقى ايه I went to the zoo. that's right. fine did you enjoy your day? no I the question او yes or no question هنا did يبقى no I didn't. okay the question was did يبقى ال reply او ال answer هيكون برضو did او didn't. Oh dear, space not. أكيد لما لا ليه أنت ما استمتعتش؟ why not. رد هاني first we went to see the monkeys but they were very tired. فالجملة المشهورة بتاعتنا space a pity. what a pity. After that we bought ice cream and went to see the elephant. سامح how interesting. هاني no something bad happened. سامح oh space happened. أكيد السؤال what happened. The elephant eat my ice cream. بس هانت ودينا how do you go to school؟ رد دينا I usually go by space. go by space مش عارفين لسه الوسيلة الوسيلة اللي راحت بيها للمدرسة لازم نقرأ اللي بعدها. space do you usually go by car؟ ايوه طلعت الوسيلة يبقى I usually go by car. good space do you usually go by car؟ ردت قالت because my school isn't space. يبقى السؤال اكيد طالما الاجابة because السؤال why. why لماذا do you usually go by car؟ ردت دينا because my school isn't ليست isn't ايه اكيد راحت بالسيارة يبقى isn't near. Okay. لو قال لي is هنقول is far لكن هو قال لي isn't near ليست قريبة. and you دينا بتسأل بسنت بتقول لها windy فردت بسنت وقالت لها my father sometimes space me there. my father sometimes
ايوه drives me there، بيوصلني لهناك. Is your school far away؟ ردت بسنت no it isn't. دينا which is better؟ بسنت the car of course، the car of course. You are right. الحادثة اللي بعد كده رنا بين رنا ومايا. رنا what's your favorite food؟ ردت مايا it's space. طيب هنكتب ايه الطعام المفضل هنا؟ لازم نقرا اللي بعدها. كشري. يبقى اتضح الطعام وهو ايه؟ كشري. It's كشري. ردت رنا كشري fantastic. What are its space؟ ما هي مكوناته؟ اكيد ايوه مكوناته اللي هي ايه بقى؟ ingredients. That's right. What are its ingredients؟ فردت قالت لها space tomatoes and pasta. اكيد rice tomatoes and pasta. فرنا سألت سؤال space it delicious؟ فردت ما yes it's very delicious. yes it's very delicious. يبقى اكيد طالما yes it's يبقى السؤال is it. is it delicious؟ yes it's very delicious. Rana what else do you like؟ ردت مايا I enjoy space fish. what about you؟ I enjoy اكيد eating fish. لا غلط eat، لازم نقول eating gerund. ليه قلنا gerund هنا؟ ليه قلنا الفعل زائد الاي ان جي هنا؟ لان عندي enjoy. احنا طبعا عارفين ان enjoy like love، enjoy like love دايما بتبقى followed by الجيراند اللي هو الفيرب plus الاي ان جي. I enjoy eating fish. what about you؟ قالت لها I like kofta very much. wonderful. الحادثة اللي بعد كده بين نورا وكنزي. نورا بتقول هاي كنزي. اتس نورا. كنزي ردت عليها هالو نورا. سبيس يو ات هوم؟ سبيس يو ات هوم؟ ردت نورا يس. يبقى اكيد السؤال ار يو ات هوم؟ يس اند اور كازنز ار هير. What's mom's space؟ ردت نورا she is looking at a. she is looking at. يبقى what's mom؟ ماذا تفعل ماما؟ what's mom doing؟ ردت نورا she is looking at a space on the internet. بتنظر إلى إيه أو بتبص على إيه في الإنترنت؟ بتبص على الموقع website on the internet. A website. Why؟ ليه؟ She wants space make a cake. She wants to make a cake. أكيد she wants to. دايما wants followed by to. ردت كنزي yum. Mom makes the best cakes. You space right. You are right. الحادثة اللي بعدها سامية وعزة. سامية Who do you go to the cinema with؟ ردت عزة I often go space my family. أيوة دي سهلة دي with my family. Do you like space chess؟ شطرنج. ها هنعمل فيه ايه؟ Do you like play chess؟ لا غلط مش play، playing. انا لسه قايلها دلوقتي like followed by gerund playing chess. do you like playing chess؟ ردت عزة yes I like it very very what very much. have you space long hair؟
هل لديك شعر طويل؟ have you مشهورة جدا دي، have you got long hair؟ ردت عليها عزة yes I have got long hair. What would you like to be؟ انت عايزة تطلعي ايه؟ What would you like to be؟ ردت عزة I would like to be an، عايزة أبقى، تبقى ايه؟ لازم نحط هنا وظيفة تبدأ بفاول. ليه فاول؟ لأن هنا جايب لي an، يبقى لازم أحط وظيفة تبدأ بفاول such as engineer architect actor artist. I would like to be an، أنا فضلت engineer. المحادثة اللي بعد كده أعتقد إن هي الأخيرة، لا مش الأخيرة، البريزنتر ودكتور راندا. البريزنتر بيقول Is it important to eat the right things؟ Yes of، أيوة خلاص حفظناها، Yes of course. Presenter What should we space؟ We should drink a lot space water. يبقى what should، ماذا يجب، we هنا بيقول له we should drink، يبقى what should we، ايوه مظبوط drink، we should drink a lot of، ده structure مشهور جدا a lot of water. Presenter which drinks are space for us، which drinks are space، ممكن اقول good for us or bad for us، بس هنا نقرا اللي تحت بيقول لي we shouldn't drink things that have much sugar، يبقى which drinks are bad for us، لان تحت قالوا ما ينبغيش ان احنا نشرب مشروبات بتحتوي على سكريات سكر كتير. Presenter are fizzy drinks good or bad for our health؟ ايوه صح كده for our health. رد الدكتور راندا they are very bad and unhealthy. الحادثة اللي بعد كده interviewer بيكلم محمد can I ask you some more questions؟ رد محمد Yes, of course. Interviewer, space, do you play basketball? طبعا هنا عندي في space وهنا في auxiliary أو helping verb اللي هو do أو does أو did، يبقى على طول أنا محتاج هنا إيه؟ question word what, where, when, why and so on. طبعا هنقرأ الإجابة عشان نعرف هنحط إيه هنا. I play basketball on Mondays and Fridays. طالما جاب لي on Mondays and Fridays يبقى أكيد السؤال متى؟ When do you play basketball؟ محمد I play basketball on Mondays and Fridays. Interviewer And when do you play space؟ متى تلعب؟ إيه؟ قال له I play football on Saturdays and when do you play أكيد football. رد قال له I play football on Saturdays. Do you space swimming؟ Do you space swimming؟ لا مش like، مش do you like، هنقرأ اللي تحت كده قال له yes on Tuesdays، مش معقول هقول له هل تحب السباحة؟ هقول له نعم في أيام الثلاث، صعبة مستحيلة طبعا. Do you أكيد هل تمارس أو هل تذهب للسباحة؟ Do you go swimming أو do you practice swimming؟ Go أو practice swimming. قال له yes on Tuesdays. Interviewer What do you do on Wednesdays؟ بتعمل إيه في أيام الأربعاء؟ قال له I space to music. طبعا ديت سهلة جدا اللي هي listen to music. The last dialogue معانا النهاردة بين زياد وأيمن. زياد
There is my friend Samir. رد أيمن: I don't space him. ممكن أقول I don't like him. هنشوف كده like صح ولا لا. طبعا really قال له زياد really حقا. أيمن: What does he space like؟ كيف يشبه؟ He has short dark hair. يبقى أكيد مش like هنا. I don't أنا معرفوش. يعني إيه أعرف؟ I don't know him. That's right. I don't know him. رد زياد قال له really؟ أيمن: What does he space like؟ What does he look like؟ شكله عامل إيه؟ قال له he has space short dark hair. He has space short dark hair. ممكن أقول curly أو straight. Okay. ممكن أقول curly أو straight short dark hair. أيمن: Has he got space؟ رد عليه زياد قال له No. He can see well. بيقدر يشوف كويس. يبقى أكيد الـ question has he got هل لديه إيه؟ أيوة نظارة glasses. Has he got glasses؟ رد زياد قال له No. He can see well. أيمن: Has he got blue space؟ قال له No. His eyes are brown. لا ده نظارته لونها بني. يبقى اكيد الكويستشن بتاعنا has he got blue eyes، هل لديه عينان زرقاوتان او بيقولها ازاي اللغه العربيه زرقاوان. anyway اللهم صل على سيدنا محمد. اتمنى ان الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم واكون قدرت ان انا اوصل لكم ولو بقدر ضئيل ازاي نقدر نحل سؤال مهم جدا في الامتحان لطلبتنا اولى اعدادي وتانية اعدادي برضو نفس الشكل برضو نفس طريقة السؤال. تالت اعدادي السؤال مختلف شوية. ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه ويا رب ان شاء الله كده لو استفدتوا ان انتوا تعملوا لي لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناة الجديدة علشان نقدر ان احنا نستمر ان شاء الله بيكو ويوصل لكم كل جديد من القناة. وان شاء الله هنحاول نواصل المراجعات اولى اعدادي وبعديها تاني اعدادي ان شاء الله وتالت اعدادي وهنستمر ان شاء الله معاكم وبيكو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.